الموضوع برمته انه جاء مستثمر علينا، استثمر الملك كله من البلديه، واحنا جينا مستاجرين، استاجرنا من عنده اول مجمع. نعم، واخذ وياجر المحلات على شكل افرادي، اخذنا من عنده اول 6 اشهر طبيعي ماكو مشكله. قبل 6 اشهر ما تنتهي راح فسخ عقده، فسخ العقد صار ب 16/1/2020، الفسخ صار من الدوله لان ما التزم بتسديد الاقساط ويا الدوله، فمن فسخ عقده البلديه ما شعرتنا انه فسخ عقده. اجى يوم 10/2 لما عندنا ايجارات وكانه هو باقي عقده ويا البلديه بيستمر، واحنا هم بدورنا اعطينا الايجارات. ورا ما اعطينا الايجارات جت البلديه قالت لنا ابويا انه هذول العقد ترى انفسخ مال مستثمر. وراها بثلاث اشهر اجونا، يوم 10/5 تقريبا اجونا طالبنا بايجارات، قلنا لهم احنا مسددين ايجار، قال لا مو المستثمر فسخ عقده. البلديه انتم فسختوا عقد 16/1 غير تبلغون الناس المستاجرين، انتم مش عجب جيتوا شهر الخامس اللي هو 17/10/5 بلغتوني، هاي الفتره اللي امتدت هي من 16/1 الى غايه 17/5 وين كنتوا يعني انت كبلديه يعني؟ احنا شلون نطينا ايجار؟ طيب انت رحت البلديه؟ احنا رحنا البلديه يعني. شنو ايجار البلديه عليكم بعد؟ يعني استاذ مو انا، العفو استاذ مو رخصتك، المدير البلديه السابق مو كان استاذ عبير الله يرحمه، استاذ عبير له موقف مشرف ويانا الله يرحمه برحمته، يعني كان دكتور انمار يعني، او العفو مهندس انمار. فالقضيه يعني هالفتره يعني استغل هي يعني تبديل مدير بلديه ومدير بلديه جديد، فالقضيه يعني مثل ما يقولون يعني اذا عرفاني ليش البلديه ما بلغت بعد 16/1؟ ليش اجت 17/5؟ الدنيا كلها بجيبي، كيفي اي بكيفي. اي والله هذا كلامي، هذا هو، وعندي شهود، ورحنا اشتكينا يم المحكمة، واليوم هم ماتوا يؤجلوه، كل ما يأجلونه ليش يأجلونه؟ وياهم الجامعة.